أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، ونبدأها بالعناوين. بدء الانتشار الأمني في تعز، والمقاومة تسلم مقر اللواء 35 مدرع لقيادة الجيش الوطني. 17 قتيلا في عدن، والسلطة المحلية تعلن تدشين المرحلة الثانية لتأمين المدينة. البنك الدولي يعلن استعداده المشاركة في إعادة إعمار اليمن بعد توقف الحرب. قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي إن عددا من الوزراء سيتوجهون إلى مدينة تعز لتقييم الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمدينة. وأوضح بادي في تصريح لقناة بلقيس أن الوزراء سيتواجدون في تعز خلال أيام للإطلاع على حجم الدمار والإشراف على أعمال الإغاثة، وخاصة الوزارات المتعلقة بالخدمات الأساسية. وبحسب المتحدث باسم الحكومة فإن توجيهات القيادة قضت بضرورة استكمال عملية تحرير تعز والانتقال إلى جبهات أخرى، بالإضافة إلى الجهد الأمني لتأمين المدينة من الخلايا النائمة. إلى ذلك، بدأت قوات الأمن في تعز بالانتشار لحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ودشن القائم بأعمال مدير أمن تعز ورئيس اللجنة الأمنية العميد عبد الواحد سرحان العمل في إدارة أمن بير باشا بعد تطهيرها بميليشيا الحوثي والمخلوع. وحث سرحان أفراد الأمن إلى رفع درجة اليقظة والجاهزية والحفاظ على ممتلكات المواطنين ومراقبة أي تحركات مشبوهة تحاول زعزعة أمن وسكينة المواطن. ونبقى في تعز، حيث سلمت المقاومة الشعبية مقر اللواء 35 مدرع إلى قيادة قوات اللواء. وقال المتحدث باسم المقاومة العقيد منصور الحساني لقناة بلقيس إن المقاومة سلمت مقر اللواء 35 مدرع إلى أركان حرب اللواء بما فيه من عتاد عسكري، وإن قوات الجيش تتمركز حاليا في اللواء. قتلت آلة الحرب في الجبهات الشمالية الغربية، كما تقتل الحرب في نفوس قادة ميليشياتها. هنا اللواء 35 الذي عاد إلى السلطة الشرعية والجيش الوطني بعد معارك عنيفة مع الميليشيا خاضها الجيش والمقاومة الشعبية. في مثل هذا الشهر قبل سنة تماماً أعطى الرئيس المخلوع الضوء الأخضر لعصابته بالحرب ضد المدينة، ووصلت إليه مستندة على بعض العناصر ممن يدينون له بالولاء داخل هذا اللواء، ومن هذا المكان حولته إلى واحدة من منصاتها للقصف وقتل وجرح المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء. كان لابد لوقف نزيف الدم هذا أن يعود هذا الموقع إلى الجيش الوطني، بينما تتحدث الآن المصادر أن المقاومة سلمت المقر وبعض المنشآت في الجبهات الغربية للجيش الوطني والسلطات الرسمية. ما ينتظر السلطات المحلية والجيش هنا هو تطبيع الحياة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، فعودة الحياة مرهونة بعودة الأمن وتسيير شؤون الناس قبل أي شيء آخر، ووفق سلطات رسمية مسؤولة على إدارتها وسلامتها أيضا. وجهنا بحماية المؤسسات الحكومية ومحتوياتها، كلفنا أشخاص أو مدير أمن القاهرة المظفر بالتواجد في إدارة أمن المظفر ومتابعة تنفيذ خطتنا الأمنية لحفظ الأمن في المناطق المحررة بإذن الله. بسقوط الجبهة الغربية من أيدي الميليشيا سقط جزء لا بأس به من الخوف، وبدأت الحياة تدب قليلا في الأرجاء، لكن من يعيد لهذه الأماكن روحها؟ فالركام هو ذاكرة المدينة المنهكة، ومخلفات الحرب تقول الميليشيا مرت من هنا. ومعنا من تعز الصحفي زكريا الشرعبي. أستاذ زكريا، مساء الخير. مساء النور لكم ولجميع المشاهدين. بعد يومين من كسر الحصار جزئيا على السكان، كيف تبدو الحياة في مدينة تعز اليوم؟ الحقيقة من يوم أن تمكن رجال المقاومة مسندين للجيش الوطني من الانتهاء من من سيطرة فتح خط المحور الغربي برباشا والحصب والدحي وايضا استعاده معسكر اللواء 35، منذ بعد صلاه الجمعه بدا الناس بشكل
لا إرادي، الخروج إلى الشوارع، الأسر، الأطفال، التحرك نحو بير باشا. كان الناس يشعرون أنهم داخل سجن كبير محاصر اسمه مدينة تعز، وبالتالي الحياة بدأت تعود طبيعية والناس يتجولون ويتحركون باتجاه المدينة وخروجا إلى الضباب. بدأت تدخل المواد الغذائية، الناس يتحركون. على سبيل المثال مثلا الكيلو الطماط كان بلغ قرابة 1000 ريال، أي ما يعادل 4 دولار، اليوم 150 ريال، أقل من نصف دولار. هذا على أبسط الأمثلة، وبالتالي الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها. الناس بعض النازحين من الأرياف بدأوا يعودون إلى المدينة، هنا هم يشعرون بالأمن والأمان مع في ظل وجود المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في ظل وجود الدولة. الناس أيضا تحركت أكثر من مسيرة ابتهاجا وفرحا بهذا الانتصار الذي حققه رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحور الغربي للمدينة. نعم أستاذ، وآملين أن تستمر هذه الانتصارات بتطهير مدينة تعز من الجهة الشرقية والشمالية بشكل كامل. نعم، ونعلن تعز مدينة محررة من هذه الميليشيات إن شاء الله. أستاذ زكريا، ماذا عن الانتشار التي تنفذه قوات الأمن وعمليات تسليم المقاومة أيضا للمنشآت الحكومية للجيش الوطني؟ في الحقيقة منذ الأمس ليلا تسلم أركان حرب اللواء 35 العقيد محمد العوني مقر اللواء 35 المؤخرة اللواء 35 في المطار القديم، وأيضا وصل اليوم إلى المعسكر قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي. أيضا انتشر أفراد الجيش الوطني في اللواء 22، وأيضا الذين كان لهم دور بارز في هذه العملية تطهير الجهة الغربية أيضا هم متواجدون في الشوارع وفي المدينة، يعملون على استتباب الأمن والعودة إلى الناس إلى الحياة الطبيعية. الناس بطبعهم هنا مدنيون ويعشقون المدنية، ولو لم يكونوا كذلك لما خرجوا مقاومين للميليشيات وصلتها والقاتل الذي يمارس ضدهم، لأنهم هم فقط لا يحبون إلا العيش في ظل دولة مدنية تحكمها الدولة ومؤسساتها، لا تحكمها عصابات ولا ميليشيات. نعم. كل الناس هنا تجد الرجل، الطفل، المرأة. نعم. مبتهجين. نعم، فرحين، يشعرون أننا حققنا ولو جزءا من الانتصار لهذه المدينة المظلومة التي ظلت هذه الميليشيا تقتلها وتحاصرها منذ قرابة العام. نعم، ظلت القتل ورائحة البارود تتوزع في كل أصغاء في كل شوارع مدينة تعز، لكننا مع ذلك سنتنفس السعداء وسنبني هذه المدينة التي هي جزء من مشروعنا الوطني، هي الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة. كان معنا من تعز الصحفي زكريا شرعبي، شكرا جزيلا لك. نبقى في تعز، حيث وصلت أول قافلة طبية بعد كسر الحصار عن المدينة. وقال القائمون على شبكة إنقاذ للإغاثة إن القافلة ممولة من مركز الملك سلمان لدعم المستشفيات التي عانت من الحصار الذي مارسته ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال الأشهر الماضية. وأضافوا أنه تم إيصال 4500 اسطوانة أكسجين إلى المستشفيات كمرحلة أولى. وثق مواطن في مدينة تعز لحظة هروب أعداد من ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الغربية من المدينة. وقال الناشطون إن توثيق هذا المقطع تم في منطقة بير باشا غربية تعز، ويظهر بعض عناصر الميليشيا وهم يرتدون زي قوات الحرس الجمهوري سابقا. هربوا والله، انسحبوا والله، هربوا كم نجروا. في تعز أيضا بادر عدد من أهل المدينة إلى زيارة معبر الدحي والذي كان يسمى بمعبر الموت، وذلك بعد تحريره من ميليشيا الحوثي والمخلوع. التقرير التالي والتفاصيل. من لم يحضر إلى معبر الدحي لن يعرف ما معنى حصار أبناء تعز. لم تنتظر كثيرا حتى تذهب لرؤية المعبر الأشهر في تعز، فقد مر عام كامل منذ كان الانتظار قسرا لها ولآلاف من أبناء المدينة المحاصرة الذين يحملون بعضا من المواد الغذائية والكثير من الأوجاع ويمنعون من تجاوز هذه المساحة.
تحول هذا المعبر إلى مزار لكل الأعين التي بكت فيه سابقا، ولكل القلوب التي خشيت التوقف عنده لإيقاف الحركة المترددة للأهالي. من أعلى هذه العمارة من ذلك المدرس كان يوجهون سلعهم هنا، كانت تضرب الرصاص بين أرجل أبناء تعز. كان الجميع نساء وأطفال وكبار سن يقفون تحت حرارة الشمس وفوهات البنادق الموجهة إليهم مع التهمة التي تحمله الميليشيا في معاركها الطويلة. وما أن أعلنت السيطرة على الجهة الغربية من مدينة تعز حتى تحولت معابرها وشوارعها ومنازلها إلى مزارات ومحطات أفراح متنقلة، تدافعوا جميعا رافعين الراية وأصواتهم التي ظلت لعام كامل لا يسمعها غير من يحاصرهم ويرتب أسماءهم في قوائم الموت وسجلات الضحايا. لقد كان عاما مريرا تعبر المدينة بعده إلى أعوام يأملون أن تكون خالية من المعابر والضائقات. شهدت محافظة مأرب عددا من الفعاليات احتفاء بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في تعز، وأقيم في المحافظة عرض عسكري كبير شارك فيها المئات من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعدد من أبناء المحافظة. وكانت قد أقيمت الليلة الماضية احتفالات بالألعاب النارية غطت سماء المدينة. قال مسعفون ومسؤول أمني في عدن إن غارات جوية قتلت ما لا يقل عن 17 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في مدرية المنصورة. ونقلت وكالة رويترز إن غارات جوية قصفت مبنى حكوميا في المنصورة وهي معقل المتشددين، ما أسفر كذلك عن إصابة 20 آخرين منهم مدنيون وثلاثة من رجال الأمن. قال محافظ عدن عيدروس الزبيدي إن ما يحدث في مدرية المنصورة تدشين للمرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا، وأكد أن تدشين الخطة بدأت في المنصورة نظرا لما تشكله هذه المدرية من مصدر رعب وقلق للمواطنين، وكانت بؤرة تنطلق منها الخلايا الإرهابية التي مارست أبشع الجرائم. وأشار إلى استمرار هذه المرحلة حتى تحقيق جميع أهدافها، وعلى رأسها فرض هيبة الدولة وعودة الأمن والاستقرار إلى كل مدريات المحافظة وضواحيها وإنهاء الفوضى الأمنية. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم المجلس المحلي في عدن نزار أنور إن القوات الأمنية بدأت عملية واسعة لتحرير مدرية المنصورة من مجاميع مسلحة خارجة عن القانون، وأكد المتحدث أن العملية الأمنية مستمرة حتى تحرير المدرية كليا، مشيرا إلى أن السلطة المحلية حاولت فتح قنوات تواصل خلال الفترة الماضية لخروج المسلحين إلى أنهم لم يستجيبوا لذلك. الآن سوف ننتقل من المرحلة الثانية للخطة الأمنية. الخطة الأمنية في عدن في مرحلتها الثانية، وهي المرحلة التي لن تقبل الحكومة فيها بوجود أي جماعات مسلحة في العاصمة المؤقتة. هذا ما قاله نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح. المرحلة التالية بدأت للتو وفي شوارع المنصورة تحديدا، وهي الأماكن نفسها التي شهدت معظم عمليات الاغتيال التي استهدفت عددا من القيادات الأمنية وقيادات المقاومة وصارت مأوى لكثير من الجماعات المسلحة والمتطرفة خلال الأشهر الماضية. اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية مسنودة بوحدات من المقاومة وبين عناصر مسلحة عقب محاولتها استعادة بعض المواقع التي تسيطر عليها تلك الجماعات في مديرية المنصورة. وذكرت المصادر أن الاشتباكات امتدت من المدخل الشمالي للمدينة إلى جولة كالتكس وبعض المناطق القريبة من مبنى المجلس المحلي، وتوسعت لاحقا إلى المناطق الجنوبية من المديرية. وبحسب مصادر أمنية فإن طائرة تتبع قوات التحالف العربي قصفت مواقع المسلحين المتمركزين في المجلس المحلي لمديرية المنصورة في الوقت الذي لا تزال الاشتباكات تدور بين الوحدات الأمنية وبين المجموعات المسلحة التي تسيطر على عدد من الأحياء السكنية والمنشآت الحكومية في المنصورة منذ تحرير عدن في تموز يوليو الماضي. مدينة المنصورة التي كانت ساحة لمعظم عمليات الاغتيال ومركزا للجماعات المسلحة ومقرا لأعمالها، يبدو أنها على موعد جديد للخلاص النهائي من جماعات الموت والإرهاب، فيما تبقى الكثير مما يجب على الحكومة فعله. ومعنا من عدن ينضم إلينا مراسلنا آدم الحسامي. آدم، المنصورة اليوم ماذا آخر التطورات؟
المنصورة منذ الصباح الباكر تشهد فراغا في الشوارع من المواطنين ومن السيارات. دولة كالتكس ما زالت القوات الأمنية فيها متمركزة وشوهدت استحداث متارس. بالمقابل ما زالت الجماعات المسلحة في الشوارع الداخلية للمنصورة في الأحياء التي دارت فيها معارك الأمس دوار المجلس المحلي، بامتداد الشارع الممتد من جولة كالتكس إلى جولة الغزل والنسيج. المدارس لم تفتح صباح هذا اليوم في المنصورة، وأيضا إغلاق جولة كالتكس أدى إلى إغلاق إلى عدم توجه الموظفين إلى المديريات التي فيها المقرات الحكومية في خورمكسر والمعلى وكريتر. الطريق الوحيد المفتوح ما بين المديريات الشمالية لعدن والمديريات الجنوبية هو طريق العريش وطريق خلفي يأتي من الشيخ عثمان. هل اتضحت لديكم أعداد الضحايا إحصائية أولية؟ لا إحصائية رسمية حتى الآن، هناك الإحصائية المتواترة من مصادر أمنية ومصادر طبية. 17 قتيل من الجماعات المسلحة وثلاثة مدنيين نتيجة الاشتباكات وقصف طيران التحالف. إذن شكرا جزيلا لك آدم الحسامي، كان معنا من عدن. وفي محافظة الجوف قال المحافظ حسين العواضي إن المناطق المحررة تشهد وضعا أمنيا مستقرا، وأوضح أن فرقا هندسية بدأت أعمالها لتقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والإدارات الحكومية وتحديد تكاليف إعادة إعمارها. أكد محافظ الجوف أن قيادة السلطة المحلية تسعى للحصول على تمويل لمشروع إعادة إعمار المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار على مستوى المحافظة بما في ذلك منازل المواطنين سيتم البدء به خلال الفترة المقبلة. قال الناطق باسم التحالف العميد أحمد عسيري إن التهدئة على الحدود السعودية اليمنية مستمرة، لافتا إلى أنه لا توجد أي خروقات في هذا الإطار، وإن حصلت سيتم الرد عليها بما تقتضيه الحالة. أضاف عسيري في تصريحات صحفية أن التهدئة عمل إيجابي وجاءت بمبادرة من القبائل التي استشعرت دورها في هذا الجانب، وبحسب ناطق التحالف فإنه في حال عدم التزام الحوثيين فالإجراءات التي ستتخذ ضدهم معروفة سلفا. أهلا بكم مجددا. أعلنت الخارجية الأمريكية وجود إمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن وسبل التوصل إلى حل سياسي. وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير جون كيري بحث مع نظيره السعودي عادل الجبير إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن على غرار الترتيبات التي طبقت في سوريا. وقال كيري إن الجانبين اتفقا على العمل سويا في الأيام القادمة لاستكشاف سبل التوصل إلى حل سياسي، مشيرا إلى أن فريقا مشتركا سيواصل العمل من أجل تحقيق ذلك. أعلن البنك الدولي استعداده للمشاركة في إعادة إعمار اليمن حال توقف الحرب، وأكد نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين أن مساندة وتمويل اليمن حاليا في حدهما الأدنى، لكن مختصي البنك على هبة الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية، وأوضح أن المجتمع الدولي ينتظر استقرار الأوضاع في اليمن حتى يتمكن من تحريك الخبراء والاستثمارات ومن تقديم التمويل لليمن. وحذر المسؤول في البنك الدولي من مشكلة النزوح في اليمن التي قد تستمر لسنوات طويلة. إلى حضرموت، حيث نفذ شباب متطوعون مبادرة لترميم إحدى أعرق المدارس في مدينة تريم. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا حداد مسيعد. نفذ مجموعة من الشباب المتطوعون مبادرة لترميم أحد أعرق المدارس بمدينة تريم بجهود شخصية، في رغبة منهم ليستمر هذا الصرح العلمي بالعطاء والتميز ولينعم طلابها ببيئة علمية أكثر جمالاً. فمدرسة الأخوة للبنين واحدة من أعرق المدارس في محافظة حضرموت التي تأسست مطلع القرن الماضي وتحديدا في العام 1933. تخرج من هذه المدرسة أجيال متعاقبة بينهم الأطباء والمهندسين والمعلمين، بعد أن احتضنت وما تزال تحتضن الآلاف من الطلاب الذين مروا هنا ونهلوا العلم منها، حيث يجلس اليوم هذا الجيل الواعد لبناء اليمن الجديد. قامت هذه المجموعة
برد الجميل لهذه المدرسة التي احتضنتنا بين جدرانها وبين صفوفها وبين سماها 9 سنين، وما لنا إلا أن نرد الوفاء بالوفاء. وقمنا بمبادرة هذه الطيبة التي استغرقت 10 أيام بالتعاون مع شباب أهل المنطقة من معالمها وشبابها، والكل استعد. منذ الإعلان عن هذه المبادرة ذهب الجميع للمشاركة فيها، وتأكيدا منهم على أهمية التعليم، فكبار السن ليسوا أقل أهمية من الشباب في هذه المبادرات. جيت في هذا العمل الطوعي تلبية دعوة أبنائي وأخواني في هذا العمل الطوعي، وعلى ثاني أسبوع على التوالي حبا لهم، وأتمنى لهم النجاح وأن يحققوا كل خير وأعمال صالحة. إدارة المدرسة سعت بكل قدراتها وإمكانياتها لتسهيل العقبات أمام هذه المبادرة لتكتمل وتعيد العافية لهذا الصرح التعليمي. وهؤلاء الشباب أتوا حاملين بشعار رد الوفاء لهذه المدرسة المباركة، وهذا بصراحة عمل من نوعه، ونتمنى من الله العلي العظيم أن تستمر هذه الحملات وهذا العمل في الأعوام القادمة. تبقى طاقات الشباب من أهم مقومات المؤسسة التعليمية، وواحدة من أبرز أعمدة بنائها والنهوض بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسة. حداد مساعد، قناة بلقيس، تريم، حضرموت. أنشأت الأمم المتحدة بعثة متخصصة لفحص وتفتيش البضائع الواردة إلى الموانئ اليمنية، وقالت الغرفة الصناعية التجارية في العاصمة صنعاء إن الأمم المتحدة أقرت إنشاء بعثة للفحص والتفتيش في السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة لمنحها تراخيص الدخول. وأضاف بيان للغرفة أن هذه البعثة الأممية ستعمل على تسهيل دخول البضائع والواردات السلعية إلى ميناء الحديدة بسهولة ويسر وبآلية منتظمة دون معوقات. عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ من استمرار حملة حجب المواقع الإخبارية وتضييق نوافذ المعلومات الإلكترونية التي تقوم بها وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الميليشيا. وقال بيان للنقابة إن الميليشيا قامت خلال الأيام القليلة الماضية بحجب عدة مواقع إخبارية لتواصل بذلك سلسلة الحجب التي انتهجتها ضد المواقع المخالفة لسلطتها. ودانت النقابة هذه الوقائع والاعتداءات المتواصلة والتي لا تستهدف الوسائل الإعلامية فقط، بل تستهدف حق المواطنين في الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير. يعاني سكان الحديدة من أوضاع صعبة نتيجة توقف الأعمال جراء الحرب القائمة، وتعد الحديدة واحدة من أكثر المحافظات في ارتفاع معدل الفقر، وهو ما يجعل سكانها يبحثون عن إمكانية بسيطة للبقاء على قيد الحياة. وراء الجدران يلف الصمت سكان الحديدة، يتوارى الفقراء في أزقة المدينة المالحة، يعيشون الحياة بالتقسيط وبأقل من دولار واحد للأسرة في اليوم. كل يوم يغادر سامي منزله لشراء احتياجات أساسية لإطعام أولاده، لكن المتاح قليل من الطعام لكثير من الأفواه الجائعة التي تشتري طعامها على النحو الذي تحكيه الصورة. بسوق الدنيا نطلب الله خضرة، يعني زي ما تقول بمية سلطة نشكل من كل شيء، بعشرة كبزرة وعشرة يعني 20 بصل وعشرة كوسة، يعني هنا سوق الضباحة. 20 ريالا لكل صنف، معاناة زادت من حدتها ميليشيا الخراب التي توزع الموت بكرم باذخ، فيما الحياة ليست ضمن اهتماماتها، فقد ألقت بأسر كاملة في دائرة من الحاجة والضياع الذي لا انتهاء له. على المائدة تتحلق الأجساد المنهكة، تتسابق على بضع لقيمات لا تشبع من جوع، لكنها تؤخر الموت قليلا. تراجعت قدرة المواطنين على الشراء في المدينة التي تسكن البحر، في مفارقة تعكس سوءا في إدارة الموارد في مدينة أغرقتها السياسات الفاشلة في الفقر، وجاءت الميليشيا توزع الموت مجانا لكل الأحياء.
مثل كسر الحصار جزئيا عن مدينة تعز مثل إلهاما لعدد من الشعراء والفنانين لتقديم أعمال إبداعية، وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يعزف ويتغنى بتحرير عدد من المناطق في مدينة تعز. صورني سريع يا باشا، صورني وانا في الباشا، صورني سريع يا باشا، صورني وانا في الباشا، اعمل بالفرد كم باشا. وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بدء الانتشار الأمني في تعز، والمقاومة تسلم مقر اللواء 35 مدرع لقيادة الجيش الوطني. 17 قتيلا في عدن، والسلطة المحلية تعلن تدشين المرحلة الثانية لتأمين المدينة. البنك الدولي يعلن استعداده المشاركة في إعادة إعمار اليمن بعد توقف الحرب. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة التي قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة الموقع للقناة الإلكتروني، أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.